السلام عليكم الاخوان، نهاركم مبروك الخوت وتحياتكم الاخوان داخل الوطن وخارج الوطن. كما كتشوفوا الخوت اليوم حنا كنتواجدوا سوق خميس العطاويه باقليم قلعه السراغنه الخوت بتاريخ الخوت 26/1/2023. اللهم بارك الله يدير الخير، وتحيه للاخوان اللي كيدعمونا وكيشاهدونا كيبارطاجوا معنا الفيديوهات. تحيه خاصه لكم، تبارك الله، اللهم يسر الامور، الله يدير الخير جميع الناس. تبارك الله، كما كتشوفوا الاخوان راه هنايا في العطاويه الخوت كاينه عير الغلم غليظه الخوت، البدري راه قليل شويه، والحوليه راه كاين الخوت وكاين النعجه، وغنضروا نديروا واحد المجهود. اللهم يسر، ونهاركم مبروك الخوت، اجي تصوفوا معنا وشوفوا الاثمنه. اللهم يسر الامور جميع الناس، تبارك الله، اللهم يسر، والله يدير الخير جميع الناس، تبارك الله. وغنبداو بواحد الحوليه عند السياسيين، الله يبارك الخوت، الله يدير الخير. سياسيين السلام عليكم، دير خويا بخير، صحيح مزيان، الله يبارك فيك، الله يطول في عمرك، يدير انت مزيان هاني، الله يحفظك ليا، الناس الزينين باينين، ايوا هادشي اللي عطى الله هو هذا. اش داير في السن هو؟ اش داير في السن؟ باقي فريق، السنة الحليب الخوت، تبارك الله، شحال الثمن اخويا من الاخر؟ 40 4000. اييه اخلي يدوز، دوز عمي، دوز دوز، اخلي يدوز، اخلي يدوز. مرو خاطرك 200 درهم درت الربح، 78 78، تبارك الله، اللهم بارك الخوت، الله يدير الخير، تبارك الله. المشرار 78 3900 درهم. لا سنة الحليب، تبارك الله، مرحبا، لا تبارك الله، حولي مليح، تبارك الله، اللهم يسر، الله يبارك جميع الناس الخوت، مليح طول وعرض، تبارك الله، حولي باقي عصغر الخوت افريق، تبارك الله، الله يبارك، مرحبا، ما كاينش مشكل، احنا ولاد، احنا ما كاينش مشكل، تبارك الله، اللهم يسر، الله يبارك جميع الناس الخوت، انتم الخوت، نقش عينيكم في هذه الحولية، تبارك الله، وراه زين الاخوان، المشرى الخوت 78، 3900 درهم الاخوان، تبارك الله، 3900 درهم، تبارك الله، وشي حاجة راه اصلية الخوت، العيب دي فلة، تبارك الله، والله راه ديال دري صغير، تبارك الله. انا ياسين غتعطيني المال ديالك، مرحبا قول اخويا في الواجهه انت، قول 06 71 73 13 79 هي سالي جي صور معاك راه السوق، مرحبا راه السوق نصور معاك، الله يحفظك لي خويا ياسين، الله يعزك، باقي مشروكين فيه، سير الله يسر، وضروري تعيط ليا، الله يسرك الامور، الله يسهل عليك خويا الخوت، اللهم بارك، والله يدير الخير. ودعم، السلام عليكم خويا، كي داير العز بخير؟ صحيح مزيان، شحال الثمن اخويا؟ 50000. عطيني 50000، تبارك الله الاخوان، كما كتشوفوا الخوت راه عاطينو 50000 الخوت 2500 درهم، تبارك الله، اللهم بارك. كسيبه ديالك خويا، كسيبتكم المرقد منين؟ من هنا، من حد راس العين، تبارك الله، اللهم يسر الامور، الله يدير الخير الخوت، تبارك الله، نطلبوا الله التيسير، تبارك الله، نطلبوا الله التيسير، وندور واش دور السوق ونشوفوا الثمن. خويا الله يسر، الله يجيب التيسير اخويا. السلام عليكم، كي داير نعس بخير؟ صحيحة؟ الله يبارك فيك خويا، شحال الثمن اخويا؟ 52 اللي ثابتة، 52 تبارك الله. 12 راس، تبارك الله، 52 هي 12 راس الخوت، تبارك الله. الله يبارك الاخوان، والله يدير الخير. 2600 درهم الاخوان، تبارك الله. وغلم راه جيد الخوت، وراه مربع الخوت، تبارك الله. تبارك الله، وغلم سرديه اصليه، تبارك الله. يغم لي تجي العيد الخوت واصل الديبارا ديال الاخوان، تبارك الله. ونطلبوا الله التيسير، وندوروا واش داروا السوق ونشوفوا الثمن، وحنا معاك نشوفوا كيفاش. السيد راه شارع عدو. اتبع خياط باع السلام، اتبع خياط. عاتكل على الله، راه تربحي في السلعه. عاتكل على الله. تبارك الله، اللهم بارك. الله يبارك الخوت، تبارك الله، ونطلبوا الله التيسير، تبارك الله، المليح كاين الخوت والثمن تا هو راه جابت الوقت. شحال قلت له ذاك الراجل؟ قلت له 53، والثمن زوين وخا وخا، والله الثمن زوين، والله لا سلعة زينة والثمن زوين، تبارك الله، اللهم يسر، تبارك الله. معقول كي داير؟ صحيحة، أمور مزيان، كي جا لك السوق شوية اليوم العمة؟ السلعة كاينة ولكن كاين الغلا. السلعة موجودة، طال الخير، طال الخير اخويا، طال الخير، أكثرية في الصوافي موجود، بدري بشحال هو؟ بدري 50 52، اش بما فيها؟ والو، هذا مازال جيد، مجيد واقف، يدير حولي، يدير حولي، ويهز الكلام اللي بغيتي، أييه، الله يرحم فيه، أمين، هذه هي الكلمة الأخرى، خاصة تكون الكساب الصغير، إن شاء الله. يعدوا 100 نعجه و50 نعجه،
ما يبقاوش حاضرين هما اللي فيهم هاد الاخبار ديال الكناس وكادير. هذا ديما هاد الميساج تنصيفطو حنا. خاصنا نشوفو الكسابه الصغار تا هما ياك. اللي مسؤول اخر النور وبالاسم ديالنا وبكلشي. ايوا الله يسر، الله يسر خويا عمر الله يحفظك. تبارك الله كما كتشوفوا الاخوان راه كريمه ديال حق الكساب الصغير تا هو خاصو يكون الدعم ديالك. هذا الشيء اللي كان هو هذا ونهاركم مبروك القوت وتحياتي لك. وندوروش دوره في السوق ونشوفوا الثمن، الله يسر الامور. خويا الله يسر عليكم. باش جبت سير ولد العم. الله يحفظك خويا. اللهم بارك الله يدير خير جميع الناس تبارك الله. ولد العم السلام عليكم خويا. كي داير بخير؟ صحيحه الله يحفظك. شحال الثمن ديال هذه الجويجه هذه؟ هذاك حتى هو ياك؟ 57 لواحد. 57 الخوت لواحد تبارك الله. الله يبارك الاخوان والله يدير خير. هنا راه كاين غير الغلم الغليظه الخوت هنايا في العطاوي. اللي بغى يجي الخوت ياخذ الغلم الغليظه يجي مرحبا به تبارك الله. قاعد هذاك راه شد 57 تبارك الله. اللهم بارك الخوت والله يدير خير جميع الناس الاخوان تبارك الله. 2850 درهم. 2850 درهم الخوت تبارك الله. اللهم يسر الله يبارك جميع الناس تبارك الله. طلب الله تيسير تبارك الله. السلعه الخوت راه غليظه تبارك الله. والقرن والراس والثوب والثمن راه جاب في الوقت. هادشي اللي كاين هو هاد تبارك الله. اللهم يسر الامور جميع الناس خويا. الله يسر عليك الله يجيب تيسير. الله خوت اللهم بارك الله يدير خير خوت. جوج جوج خرفان ولكن رمح راس السوق خوت فروخه ملاح تبارك الله. اللهم بارك. سموسه السلام عليكم. دير نعمس صحيح مزيان خويا ريحال تحياتي. شحال اخو موسى؟ شحال هذاك اللي في يدك؟ هذا 58. 58 هذاك الحال 56 ولكن راه مخرفان زيني مليح. هما اللي كاينين تبارك الله. واحد خويا من الحوسكين ما مشتوش. لا راه كاين تبارك الله. هذاك قلت لي 57 ياك؟ 58 58 هي هذاك 56 58 هذا الاخوان اللي شاد السموسه الخوت تبارك الله. 2900 درهم تبارك الله. وهذا 2000 هذا الخوت 2800 درهم. هو اللي عطينا 2000 خليه بسلام. اللهم يسر الله يبارك خوت جميع الناس تبارك الله. تبارك الله المليح الخوت والله الا المليح مربعين تبارك الله. تبارك الله طلبوا الله تيسير الاخوان تبارك الله. اللهم يسر 2000 4000 لا عقد كاين المليحه خلعب لا كاين المليحه خلعب تبارك الله. اللهم بارك تبارك الله. خرفان الاخوان هذو ملاح تبارك الله. بدريين دور يجينا الخوت والقرن وكل شيء تبارك الله. اللهم بارك اللهم يسر الله يبارك جميع الناس تبارك الله. 58 والاخر خوت ب 56 تبارك الله. الله يبارك الخوت. 60 تبارك الله. نطلبوا الله تيسير وندوروا شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن. سم 60 دور السي عزيز الله يسر لك الامور. الله يسهل عليك سير شكر على شكر صافي باع باع الله يعاونك. الله يسهل عليك الله يسهل عليك سير سروك فين سروك فين سير الله يسهل عليك. هاي تحيا بلادي سير الله يسهل عليك. شحال ديتي من دروك عزيز انت من عندهم؟ 6 دراهم. 6 دراهم عطيني النمره ديالك. قول باقي الثالثة ولا الثالثة؟ واعا قول النمره وجيب الثالث. جيب الثالث. الثالث عندنا ندور قول عن النمره وسير جيب الثالث. رزق هذاك رزق 06 06 75 75 01 01 90 76 قدام السي عز الدين دروك الخوت تبارك الله. سير جيب الثالث. جيب واحد خور ثاني حاضي انا وعز الدين. سير الله يسر الله يكمل عليكم. الله يجيب التيسير. الله يسهل عليكم خويا. الله يسهل عليكم. اللهم بارك. هذا راه كسيبه ديال هذا السيد هذا الخوت ومازال ما باعش تبارك الله. اللهم يسر. ودعم السلام عليكم. دير نعمس بخير صحيح مزيان. شحال اخويا الثمن؟ 10 ولا 10 واش شاري انت هنا؟ شريتيه ماشي كساب. شحال الثمن اخويا؟ 58 مشرى مشرى الخوت 58. الله يرحم الوالدين صاحبك كساب والله العظيم تبارك الله. اللهم بارك الخوت الله يدير خير. 58 2900 درهم تبارك الله. 2900 درهم والمليحه خوت كاين والثمن راه جابت الوقت. وغير مرا خوت راه دير السرح تبارك الله راه مشمشه الاخوان تبارك الله. اللهم بارك الله يدير خير جميع الناس الاخوان تبارك الله. نطلب الله تيسير الله ميسر تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الله يدير شي تاول ديال الخير الاخوان تبارك الله. ما عطاوك لا ربح لا والو المعلم عطاوك شي بركه ياك. والله يسر الامور الله يسر عليك ادريويش. الله يجيب التيسير عمي الله يحفظك. اللهم بارك الله يدير خير ونصور من على الثمن. ولد العم السلام عليكم. دير العمس بخير صحيحه الله يبارك فيك. الثمن اخويا شحال الثمن؟
الثمن اخويا 60. تبارك الله 3000 درهم الاخوان تبارك الله، كل باب وكراه الخوت تبارك الله، ثلاثه الاخوان ولكن راهم ملاح الخوت تبارك الله، والثمن راه كاين الخوت 60000 3000 درهم الاخوان تبارك الله، اللهم يسر الامور الله يدير خير تبارك الله، نطلب الله التيسير. المليح كاين اخويا والثمن تا هو كاين، الثمن تا هو كاين عمي، العلف غالي كل شيء غالي، الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يسر الامور، الله يسر خويا، اللهم بارك الله يدير خير. السلام عليكم اولاد العم، كيداير العمس؟ صحيحة، الله يبارك فيك خويا الزين، الله يعزك، خويا تحياتي ليك، دير مزيان، شحال الثمن ديال هاد الربعة هذا؟ نعم؟ لا قلنا المعقولة، المشرف 53، 53 ألف ريال تبارك الله، 53 الخوت تبارك الله. باقيين بديريين الخوت شوية هادو 53 2650 درهم عطاوك لا ربح لا والو مازال على الله ونطلبوا الله تيزير ويجيب لك الله رزقك كل واحد قسم لي أي. كل واحد قسم لي الله رزقه تبارك الله اللهم يسر الله يبارك لجميع الناس الخوت تبارك الله طلبوا الله تيزير الله يبارك داك الشيء اللي كاين توبوا الراس كل شيء كاين تبارك الله المشترى 53 الخوت خويا الله يسهل عليك الله يجيب تيزير الله يعاونك صحيحة الله يحفظك الله يبارك فيك شحال اخويا هذاك الفيدك؟ هذاك الفيدك بعد هو الاول هذا هو هذا الصغير هذا قاعد تشوف الصغير لا اله الا الله شوف الكسابه الخوت اش داير تبارك الله واحد كبير واحد صغير شحال الثمن ديالو؟ 94 المجرى المجرى الخوت 94 تبارك الله 4700 درهم الخوت تبارك الله اللهم بارك الاخوان والله يدير خير تبارك الله طلبوا الله تيسير المليح كاين والثمن كاين اخويا هذا الشيء اللي كاين هو هذا وهذا الثلاثه المرضي 170 فوق منهم 400 بحال بشحال واحد شي 57000 ريال والله الحساب توضر تبارك الله الخوت راه الثمن ديالهم المجرى الخوت 170000 تبارك الله 8500 درهم الخوت 8500 درهم 160000 ريال 8500 درهم الخوت بهم بثلاثة الإخوان تبارك الله 170000 ريال تبارك الله اللهم يسر الله يدير الخير الله يسهل عليك الله يجيب التيسير أخو عثمان ولا عار مر جاب واحد كبير وواحد صغير واحد كبير وواحد صغير إيوا وراه خاصو يدوز هذاك بهذاك الله يسر خويا الفضل الله يجيب التيسير اللهم بارك الخوت والله يدير خير سمعي ولا لاباس محمد صحيح مزيان الأمور بخير أجير في السنة خويا سنة الحليب اللهم بارك الله يدير خير الثمن اخويا ما يقول مشرا دينا 70 حيت 2000 ريال تبارك الله على ب 68 هو 3400 درهم الخوت المشرا ديالو تبارك الله داو 70 وحيدوا ليه 100 درهم الخوت تبارك الله طق 100 درهم اللي حيدوا ليه هي اللي عطاوك تبارك الله اللهم بارك لك كتقول لي 76 ديالك هذاك المعلم تبارك الله اللهم يسر الامور الله يدير خير تبارك الله حول الخوت مليح وفنانين تبارك الله وتحياتي لواحد الاخ كان عيط لي البارح على حساب الحول اللي كان عند احمد خويا راه كانت فيه واحد الضريبه هنايا لتحت فهمتيني وراه عقب باعوا احمد باعوا في الصوب هذا الشيء اللي كان شمش ما نجاوبوش كان اخويا اللهم يسر الامور الله يدير خير المير ديالكم محمد واش ما عندكش ولا بغا شي واحد كنديرو وشي عندي انا الله يسر الامور صافي صافي الله يسر حيط الله يجيب تيسير ما فيه لا عيب لا والو لا دقه لا والو مع احمد البارح ما حل كانت هذاك الحول البارح ديال بن عامر في واحد الدقه هنا وراه باعوا فهمتي باش نوريو لواحد الاخ حتى هو مسكين البارح البارح هو يعيط لي الله يقول لك العمل اخويا ها انت اخويا فهمتني راه باعوا هو عند فيها الضرايب اخويا فهمتني شي العجم باش نمشي انايا ايوا والله ما يسر اخويا الله يجيب تيسير خويا ما هو الله يسرع خويا الله يجيب تيسير ودعم الله يجيب تيسير السلام عليكم كيداير العمس بخير صحيحة الله يبارك فيك مولاي احمد هاني امور مزيان الله يحفظك الله يبارك فيك شحال الثمن اخو عبد الصالح 86 ما عطاوش ليك 86 اللي كطلب فيه 4300 درهم شحال هو من الاخر شحال ما مشريش هنا تبارك الله الله سنا الحليب تبارك الله الخوت اللهم بارك الله يدير الخير ها تبارك الله اللهم بارك لا تقولي لي حسن حسن لا تقول لي مزاح اي تبارك الله اللهم بارك الاخوان والله يدير الخير 86
4300 درهم. اللهم يسر الامور والله يدير الخير. تبارك الله طرب الله تيسير. تبارك الله. عطيني اش طيب النميره ديالك ابو صادق. عطيني النميره ديالك. عطيني النميره ديالك. قول حسن قول. 06 62 02 ها 91 مرحبا. اللهم يسر. الله يسر عليك خويا عبد الصادق. الله يجيب التيسير. الله يسر عليك خويا دريويش. والله مبارك والله يدير خير. السي حمزه عنده واحد هنا شي سته الخريف انا خوت ونسولوا على الثمن. اللهم يسر. الله يبارك جميع الناس. خويا حمزه السلام عليكم. سيدي خويا بخير صحيحه. الله يبارك لك خويا. الثمن اخويا 38 تاك 3000 درهم ارباح. تبارك الله 38 اخوت 1900 درهم وعاطينو 3000 درهم ارباح الخوت. تبارك الله ضرام ستة الخرفان ولكن بيت زوين الخوت. تبارك الله ملاح الخوت. تبارك الله كاينو الثمن راجل او الثمن جابته الوقت اخويا عاد العموم. تبارك الله زوينين الاخوان. تبارك الله والله يسر لهم. تبارك الله تبارك الله اللهم بارك. تبارك الله اللهم يسر امور الله يدير خير. هاك اخويا ضرام ستة الحبات يشوفهم اي واحد. تبارك الله تمتعوا معنا الخوت وتولعوا معنا شي عجره زوينه عند خويا حمزه. والله ما يسر امور جميع الناس. تبارك الله خويا حمزه عطيني النميره قول 07 01 65 45 14. خويا الله يسرك بعتي مليصه خلقه وعندك اللي بغاهم مرحبا. الله يسر الله يجيب تيسير اخوان. اللهم بارك والله يدير الخير. تبارك الله ونطلب الله تيسير. الله يبارك الخوت. الله يدير الخير. شحال اخو سمير؟ 25.5 المشرق مشرى 25. تبارك الله مشرى الخوت راه 25. تبارك الله الله يبارك الاخوان والله يدير الخير. 1250 درهم ولكن راه محوليات الخوت. الشيء اللي كان هذا. تبارك الله اللهم بارك والله يسقينا والله يغيثنا الخوت. هذا الشيء اللي كاين هذا بحال باك ما مسكينه راه خاصه الشتا. تبارك الله تبارك الله اللهم بارك الخوت 25 هو راه بحال عطا فيهم عطا فيهم شرباح ياك عطاك شرباح. عطيني 2000 ريال. 2000 ريال تبارك الله اللهم بارك الخوص الله يدير الخير. هذو بحال بغيت نديهم من عندهم ان شاء الله وراه غنديهم ان شاء الله. اللهم يسر. سي سمير الله يسر عليك خويا. الله يجيب تيسير الله يعاونك. اللهم بارك الاخوان الله يدير الخير. هذه السلع الخوت اللي جمعنا لواحد المتبع من فاس. اللهم يسر الامور الله يدير الخير. تبارك الله هذا مر ربع الخوت اللي جبنا عند خويا سميتو. بشحال بعتي من هي خويا؟ بعنا عليك 100 درهم الباع. وشحال شريتي انت؟ 100 و200 ريال. 100 و200 ريال بعت 100 درهم حلا ولاو ب 25 ونص فوق 200 ريال. الله يرحم الوالدين. هذا مر ربع الاخوان هاهم انا عزيز عندنا المليح. واش اللي عطى الله هو هذا 25 ونص. اسمع سي عويناتي راني عزيز عليا المليح راه المكان المليح ما كنديروش. هذا الشيء اللي كاين هو لا ما نبيعش اخويا ما نبيعش. تبارك الله شحال من وحده استعد عندنا دروك؟ 11 حاولي الخوت والثمن هنا راه نقول لكم داك الشيء اللي كاين نقولوا الرزق الله. هذوك راهم ب 25 الخوت تبارك الله وهاد جات هما ب 48 داك الشيء اللي كاين نقولوا الرزق الله. هذه ب 21 هذا هي ب 25 الف ريال. هز لها راسها سعيد هز لها راسها هكاك ب 25 الخوت. هذه حاولي مربع الاخوان تبارك الله راه ثلاثة سعيد هذو هما اللي بقاو هذوك الثلاثة هذو خرجهم من هاد الجهة هكاك لما كان مليح الخوت راه ما نديروش. تبارك الله هاد جوج راه ب 56 28 الف الوحدة. ديتهم 48 انا عطيتهم 50 الف. ربي عطيتي 50 والله الا 48 فاش ديتهم. هذا الخوت ب 27 راه هذاك الشيء اللي كنقولوا الرزق الله كنحسبوا مع السيد وكنقنعوا وكنبيعوا ليه. هذا الشيء اللي كاين هو زيد هكاك دابا وزيد السعيد زيد. تبارك الله راه حوليات الخوت الكسيبه والاخوان العين والكمامه والدميعات شي حاجه راه زوينه. تبارك الله اللهم يسر الله يسر الامور. وخويا الله يرحم الوالدين الله يحفظك ليا الله يعزك. تبارك الله اللهم يسر. تبارك الله راه حاولي كل خويا عويناتي راه المليح راني شاري لك المليح والطب درت المليح والثمن راه كاين الثمن راه كاين عزيز عليا المليح كنشري المليح لما شريت المليح حتى حاجه ما كاينه بحال هاد الشيء. تبارك الله اللهم يسر الله يبارك لجميع الناس. تبارك الله راه تقدر طيح ب 25 25 ونص. ها هادو خلي هادوك اللي في الدار عندي راه مازال ما حاسب لهم والو ما حتى حاجه. تبارك الله والمليح راه بحقه عمي. هذا الشيء اللي كاين هو هذا ونطلب الله تيسير ندورو شي دوره في السوق ونشوفوا الثمن الاخوان. اللهم يسر الله يسر على الجميع. اللهم بارك الاخوان والله يدير الخير. تبارك الله بن عمي السلام عليكم. دير نعمت بخير صحيحه الله يعزك. شحال الثمن؟ 25 اللي عاطين فيهم 25 الف الخوت. تبارك الله بحال هادشي الخوت راه قليل وكيجمعوها بزز. تبارك الله اللهم بارك الاخوان والله يدير الخير. 25 الف
و250 درهم. صدام الله يحفظك ليا، الله يعزك، تبارك الله، نطلبوا الله تيسير. تحياتي لك صدام، تحياتي لك، الله ميسر، الله يدير الخير، نطلبوا الله تيسير وندور واش دور في السوق ونشوف الثمن، الله ميسر. والله مبارك، الله يدير الخير، تبارك الله، ونطلبوا الله تيسير ودعم. السلام عليكم خويا، كدير بخير؟ صحيحة، الله يبارك فيك. الثمن اخويا 31 حوليات كاملين، سبعة كلهم، كل سنة الحليب ياك، كلهم سنة الحليب الخوت، تبارك الله، الله يبارك الإخوان، الله يدير الخير. 27350 درهم، تبارك الله، الثمن راه كاين في الحولية الخوت، تبارك الله، والله يدير شتا ويدير الخير. كترسها البدرية الخوت، كترسها البدرية، تبارك الله، اللهم يسر، والله يبارك لجميع الناس الإخوان، تبارك الله. دابا راه سبب الخوت وهادشي اللي كاين هو هذا الخوت، تبارك الله، بحال هادي، بحال هادي الخوت راه دير نعجة مليحة، تبارك الله. شوف تبارك الله، اللهم يسر، وندور واش دور السوق ونشوف الثمن. خويا الله يسهل عليك، اجي بتيسير، الله يعاونك. اللهم يبارك الاخوان، والله يدير الخير، تبارك الله، ونطلبوا الله التيسير وغنسولوا مولاه مع الثمن. اللهم يسر، شحال اخويا الثمن الله يحفظك؟ 29 29 الاخوان، تبارك الله، غير مربع الخوت هذه راه كلها حوليه الاخوان، تبارك الله، تقدر تكون صايعه وتقدر فهمتي الاخوان اللي تجيني عجل الخوت هذه، تبارك الله، الكسيبه العام اللي جاي ان شاء الله، طلبوا الله التيسير. 29450 درهم، تبارك الله، اللهم بارك، والله يدير خير جميع الناس، تبارك الله، وندور واش دور في السوق ونشوفوا الثمن. العام الله يسر، الله يجيب التيسير، سير مول الكروس، الله يسهل عليك. اللهم بارك الاخوان، والله يدير خير. والعام السلام عليكم، العام بخير، شحال الثمن اخويا؟ 24 تبارك الله، كما كتشوفوا الاخوان 24200 درهم، تبارك الله، اللهم يسر الامور، الله يدير خير، تبارك الله، والثمن راه كاين، جابت الوقت، هادشي اللي كاين هو، تبارك الله، هذا اللي يقول الكسيبه الاخوان، تبارك الله، شي حاجه اصيليه، تبارك الله، وراه مربعات الخوت الحويات، تبارك الله، وندور واش دور في السوق ونشوف الثمن. عمي الله يسر، الله يجيب التيسير، اللهم بارك، الله يدير خير، خوت المليح راه بحق، تبارك الله، اللهم يسر الامور، الله يدير خير. والعام السلام عليكم، كيداير العام بخير؟ صحيحه، الله يبارك فيك، كيداير انت مزيان؟ هذه الخروف المويه هذيك اخرى؟ يا هذيك تبارك الله، خروف مليحة يا إخوان، تبارك الله، والله إلا عزري، تبارك الله، حيد من القارو، حيد من القارو، تبارك الله، اللهم بارك. شحال الثمن أخويا؟ أخويا كانت 94 94000، هي وولدها، جاري في السن؟ يلاه من التجمع، يلاه من التجمع، ها هو البيت هو، يلاه جاي طالع الإخوان، تبارك الله، الله رباعية، سداسية، سداسية، تبارك الله، 94 اللي كيطلب فيها الإخوان، تبارك الله، 4700 درهم. 4700 درهم اللي كيطلب فيه، ولكن راه عندها خروف مليحه الخوت، تبارك الله، والنعجه سياره وافيه، تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير الخير، تبارك الله، المليح كاين الخوت، والثمن تا هو راه جابت الوقت، عطيني الميري ديالك، قول 06 02 51 31 78، اللي بغى النعجه الخوت يتصل، بعتيها انا الله يسخر، هذيك الزازيه دافع على ميلاد. كرا خويا اخوان شويه سداسيه الخوت، ها السن الاخو الصغير باقي، تبارك الله، سداسيه بلاتي اخويا، بلاتي هضره اخويا، هاك سير الله يحفظك، تبارك الله، دافع على ميلاد الاخوان، تبارك الله، هادشي اللي كان هو هذا، وحنا راه على سبب والكمال على الله. شحال الثمن؟ كطلب فيها 60 اخويا، كطلب فيها 60، كطلب فيها الخوت 3000 درهم، الله يسر، اللي بغى شي حاجه يتصل بك، اللهم سير عليك خويا، الله يجيب التيسير، اللهم بارك، الله يدير الخير، وغنسولو مولاه مع الثمن ديال هاد النعجه الخوت، تبارك الله. خويا الثمن شحال الله يحفظك؟ نعم؟ الثمن خويا شحال؟ الثمن 53 مشرى، مشرى الخوت راه 53 تبارك الله، ولكن النعاج وافيه، ولادهم وافيين تبارك الله، 53 الاخوان تبارك الله، اللهم يسر، الله يبارك لجميع الناس الاخوان، تبارك الله، تبارك الله، 2650 درهم الخوت، تبارك الله، عندهم خرفان وخروفات تبارك الله، واقفين تبارك الله، اللهم بارك. النعاج راه موافيه الاخوان تبارك الله. تبارك الله، ندور واش دور في السوق ونشوفوا الثمن. خويا الله يسهل عليكم، الله يجيب التيسير، الله يعاونكم خويا. اللهم بارك الخوت، الله يدير الخير. ولد العم السلام عليكم، كدير خويا بخير؟ صحيح مزيان؟ صيفطني عندك الوالد هو اللي قال لي جينا. هذا هو جات في السن. كلهم رباعيات. كلهم رباعيات ياك؟ جات سداسيات. خوت كلشي، هما شحال هما ستة. تبارك الله روك سبعة كلهم دافعات الإخوان تبارك الله، كلهم دافعين الأخوت تبارك الله، تبارك الله، كلهم على ميلاد، وغنصورهم ونشدوا الميلاد ديالو، اللي بغاهم يتصل بي، باعهم الله يسخر، بقاو عنده اللي بغاهم يتصل بي، تبارك الله، ها انتم الخوت تبارك الله، الله يبارك الخوت، كلشي دافع، هادشي راه ما في تدراك ما في والو الخوت، تبارك الله، اللهم يسر العمر الصغر ياك،
رباعية. زيد أخويا زيد رباعية. الله يرحم الوالدين. أي هي رباعية. ندورو رجال أخرى ياك، ندورو أخو رجال أخرى ماشي مشكل، نتعاونو. رباعية هادي رباعية. زيد أخويا زيد هادي سداسية. أي حتى هي تكون سداسية. هادي أتنية أتنية هادي سداسية. هاديك هي السداسية. تبارك الله، اللهم بارك على خوص، الله يدير الخير. الثمن أخويا 46 اللي عاطينكم 2300 درهم الخوص. تبارك الله تبارك الله، ونطلبوا الله التيسير، اللهم بارك. تبارك الله، نعاج راه موافيات الخوت وكلهم دافعات وصغارات. في وحده الاسداسيه يا خويا، جات الاسداسيات وخرين رباعيات. تبارك الله، اللهم بارك على الاخوان، والله يدير الخير. تبارك الله، قال لي نتوما. تبارك الله، هذا قلت لي 46 يا خويا، 46 الاخوان. تبارك الله، اللهم بارك. 2300 درهم ونطلبوا الله التيسير. ونتوما خويا خلات جيلها جات الدراسه شده. تبارك الله، هذه نتوما خويا. شوف شوف نتوما اش دير في السنه معلم؟ جيها طالعه الجموع وجيها السداسيه. تكوراجو وجا الخوت. تبارك الله، الله يبارك الاخوان، الله يدير الخير. تبارك الله، الثمن ديالها 80. تبارك الله، كطلب فيها الخوت واش كطلب فيها 80؟ عطاوك فيها 80 هاكا. الله يرحم الوالدين، الخوت راه المعطل عطاو 80000. تبارك الله، 4000 درهم. اللهم بارك، الله ييسر امور جميع الناس. وغنشدوا المرن عند ولدو، ويبقى عندو شي حاجه، اللي بغى شي حاجه يتصل بيه وبالكارانتي الخوت. اخويا عطيني النمره 06 24 84 39 16 600 العربي. يلا الخوت، تبارك الله عليكم، نهار كبر اخويا، الله يسهل عليكم، الله يجيب التيسير. اللهم بارك، الله يدير خير جميع الناس، ونطلبوا الله التيسير، ونسولوا مولانا على الثمن. خويا السلام عليكم، شحال بخير الله يحفظك، الله يبارك في خويا الزين. 42. اش داير في السن اخويا؟ رباع الجموع، رباعيه وسداسيه وجموع صغير. تبارك الله دافعه. كل تبارك الله. يلا طيعت سداسيه ياك؟ يلا بطيعها راه باقيين. تبارك الله تبارك الله، شي حاجه الخوت راه كاريتي. تبارك الله، وغنشدوا لنا واحد لسا هاكا. تبارك الله، اللهم بارك، الله يبارك الخوت، الله يدير الخير جميع الناس. تبارك الله، نعجة واقفه. تبارك الله، اللهم يسر، الله يبارك الخوت، وراه كلهم نعجة دافعات الخوت. تبارك الله، يلا توصلوا عيطني يلا. تبارك الله، اللهم بارك الخوت، ها انتم راه النعاج كلهم دافعين وبالكارانتي. تبارك الله، شحال الثمن اخويا؟ 42 2100 درهم الخوت، 42000 ريال. تبارك الله، شحال من امام وحده؟ 11 نعجه. تبارك الله، الله ييسر الامور، الله يدير الخير. تبارك الله، خير الله مولانا الخوت، والخير راه موجود لا في خروف لا في نعجه لا في حوليه لا في كل شيء. هو الثمن الاخوان راه كاين. تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يدير الخير. النعجه راه كلها دافعه الخوت. 42 2100 درهم الاخوان. تبارك الله، اللهم ييسر امور جميع الناس. تبارك الله، عطيني الميل ديالك خويا. 06 40 84 49 39. اللي بغى بعثيها الله يسخر، اللي اتصل بك مرحبا، الله يسر خويا، الله يجيب التيسير. تبارك الله، اللهم بارك الخوت، الله يبارك، الله يبارك، الله يدير الخير، الله يعطينا شي عام زين وعن شي شتاوى خويا، الله يسهل عليك، الله يعاونك، اللهم بارك، الله يدير الخير. ولد العم السلام عليكم، كيدير العم بخير؟ صحيحة؟ اي الله يحفظ خويا، الله يبارك فيك. شحال الثمن اخويا؟ الثمن اشدي كاين 102 102 وحده والده وحده لا. والده يلاه جمعت، وهذيك راها دار رباعيه. دار رباعيه، تبارك الله. 102 الخوت، 5100 درهم الاخوان. تبارك الله، بهم جوج. وحده دافع الاخوان ووحده والده. انا اخو عثمان. تبارك الله، كاين المليحه هذه هي الوالده اخو. تبارك الله. تبارك الله، اللهم يسر، الله يبارك في جميع الناس. تبارك الله. أول ده ولد خروف الخو. تبارك الله، وهذه راه دافعه على ميلاد الاخوان. تبارك الله. قول اخويا. 07 13 82 69 47. هذه هي النمره ديالك. الله يسر الامور، باع من هنا الخوت، الله يسخر، بقاو عندو اللي بغاهم يتصل بي. مرحبا، الله يحفظك ليا، سير الله يعزك، نهارك مبروك.